مسجد القرويين. كلما تطورت مدينة فاس عمرانياً انصبت الجهود فيها على الاهتمام بالمسجد توسعة وصيانة وحفظاً، ليصير عبر التاريخ المغربي قطباً ومنارة لباقي بيوت الله من خلال إشعاعه الروحي المتواصل وتوجيهه للحياة الدينية بمدينة فاس. إدريس الثاني هو أول من بناها، سمي آنذاك بمسجد الشرفاء. حينها شغل مساحة صغيرة فقط، إلى أن أعادت السيدة فاطمة الفهرية بناء المسجد سنة 245 هجرية، فأصبح واسعاً ممتداً واكتسى حلة بهية. بنيت المئذنة التي ترقى لعهد البناء الأول من الحجر المنحوت، وبعناية تم طلاؤه بالجبس والجير المصقولين، وذلك في عهد السعديين. لمسجد القرويين 14 باباً وجناحان يلتقيان عند صحن يتوسط الفضاء الداخلي. بكل جناح نجد مكاناً للوضوء من المرمر. أخذ تصميم هذا الجامع الفاسي من المعمار الأندلسي، حيث امتزجت فيه رقة ورشاقة الفن الأندلسي وروعة الحرف المغربية. يتألف بيت صلاة جامع القرويين من 21 بلاطاً متوازياً مع جدار القبلة. بلاطة جامع القرويين ليست متعامدة مع جدار القبلة، ولكنها توازيه، مما يوحي بأن أصلها يعكس تأثيراً شرقياً بامتياز. زين المسجد بمختلف أنواع وأشكال الثريات والساعات الشمسية والرملية والمائية. أبدع المرابطون في صنع القباب ووضع الأقواس وكتابة الخطوط والآيات القرآنية والأدعية المنقوشة. ولعل أبرز ما خلده المرابطون من مآثر هو صنع المنبر الذي لا يزال قائماً إلى اليوم، ويعد تحفة نادرة من التحف الإسلامية العريقة. كانت للموحدين بصمتهم أيضاً بأن وضعوا الثريا الكبرى المؤلفة من 500 قنديل على الأقل. بلغ الجامع ذروته خلال الفترة المارينية ب 270 دعامة التي شكلت 16 بلاطاً، فأصبح بإمكان البناية أن تتسع في الأروقة إلى أكثر من 22 ألف مصلٍ. وعلى عهد الدولة العلوية رممت الثريات والجدران. لعب المسجد دوراً سياسياً وعسكرياً، فقد كان مركزاً للتحرك ضد الاستعمار الفرنسي، وفيه اجتمع رجال المقاومة. الله